السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم احلى الاكلات ومطبخ حور ونور من على اليوتيوب. اتمنى يا رب ان انتوا دايما تكونوا بخير، واتمنى تكون وصفاتنا كلها بتعجبكم باذن الله. واتمنى تدعمونا باللايك واشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنصلي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ. احنا النهاردة باذن الله هنعمل وصفة سهلة جدا وسريعة، احنا بنشوفها في الشارع مع العربيات الكشري، اللي هي طواجن المكرونة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة هتعجبكم، وان شاء الله ان شاء الله هتلاقوها سهلة جدا وبسيطة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. احنا معانا مكرونة، كيسين مكرونة، ومعايا بصلتين كبار مبشورين، ومعايا معلقة كبيرة توم، ومعايا صلصة عشان المكرونة، ومعايا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا الطواجن بتاعتي. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. دلوقتي معانا الطاسة على النار، فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة. بس عاوزة تحط زيت خالص حط. انا معايا بصلاية كبيرة او بصلتين، هحطهم بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليه رشة ملح عشان يقبل معايا. معايا كمان حل على النار جنب البصل على ما يبدأ، هعمل الصلصة بتاعت المكرونة. معايا معلقتين زيت كانوا معايا على النار، خلاص الزيت سخن معانا. معايا معلقتين فر بس كده، مش هحمرها ولا حاجة، فر بس. بس كده احط معايا الصلصه بسم الله الرحمن الرحيم، احط لها بقى تتثبت عادي خالص. احط لها بقى رشه سكر ورشه فلفل وحسب الرغبه، لو عايزه رشه شطه ماشي. ادي الطواجن بتاعتي شايفين، بسم الله ما شاء الله. هي اي حاجه عندك دايركس، اي حاجه عندك تحب تنحط في الفرن نحطها في الفرن. انا عندي طاجن اهوت دهنته زيت كويس جدا من الجوانب ومن القاع، وعندي صينيه هي مقاس 20 دهنتها برضه هي، وعندي صينيه تانية كمان هي احطها معاها. المهم اهم حاجه ندهنها بزيت كويس عشان ايه ما تلزقش فيه. اللحمة بتاعتي اتعصجت خلاص اهي شايفين، بسم الله ما شاء الله. والمكرونة بتاعتي اهي، انا حطيت المية بتاعتي تغلي عشان ايه اسويها تلات ارباع سوا. فيه ناس بتحطها ناشفة كده، بس هي ما تبقاش حلوة بصراحة. انا بحب اسلقها واسيب فيها تكة بسيطة كده. هنسلقها مع بعض ونرجع تاني نحطها في الطواجن ان شاء الله. حط التوابل بتاعتي مع عبارة عن ربع معلقة قرفة، ربع معلقة فلفل اسود، ورشة كزبرة ناشفة، ورشة بهارات لحم. بس كده تمام. هسيبها بقى تقسمه معايا لحد ما تتعصب كويس، نرجع مع بعض نشوف هنحطها في الطاجن بتاعنا ان شاء الله. الطماطم بتاعتي خلاص، بس اللحمة بتاع البصلة بتاعتي دبلت، هحط عليها اللحمة بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ اقلبها كويس جدا عشان ايه متكتلش معايا. اعمل حفرة صغيرة كده في الوسط، واحط ايه ربع معلقة ثوم كده يدوب بس تتبل معايا ويطلع ايه الريحة بتاعتي. تمام. معايا كمان قرن فلفل اخضر او قرنين زي ما انت عايزه تحطي، حط عايزه تحطي فلفل الوان حط.
المكرونة بتاعتي خلاص تلات أرباع سوا، هحط عليها الصلصة. معايا الطواجن بتاعتي، حطيت اللحمه في القاع، هقلب الصلصه كويس. طبعا دي ما بتبقاش زي المكرونه البشاميل، بتبقى حمرا شويه عنها، بتاخد اللون بتاعها الاحمر الجميل ده. خلاص حطيت اللحمة المفرومة في القاع، وحطيت المكرونة وضغطت عليها كويس جدا. هغطيها بيا ورق سلوفان، يا ما عندكيش ورق سلوفان هتعملي زي كده. بس هي بس ربع ساعة، ربع ساعة في الفرن، 10 دقايق او ربع ساعة بكتير خالص، نخرجها ان شاء الله. هي بتاخدش لون ولا حاجة، هي بتاخد بس 10 دقايق او ربع ساعة في الفرن. انا خرجت الطاجن بتاعنا من الفرن، شايفين بسم الله ما شاء الله ريحته جميلة جدا. وادي الصينية بتاعتنا التانية، هي الريحة طالعة الجن. هنقلبه برضو مع بعض ونشوفه شكله ايه.